والعوض يصح عوض سلعة بسلعة، والثمن قد يكون ناقصا عن الأصل، وقد يكون مساويا، وقد يكون زائدا. مش كده يقول لك غلاء فاحش مثلا، مش كده ولا لا؟ ولكن القيمة يشترط أن تكون إيه؟ مساوية. مساوية لإيه؟ للنقد. إزاي يعني؟ أم قال لك أنت قدر قيمة استنباطها، إنتاجها، وقدر قيمة عملك، وقدر قيمة أنك أنت مثلا تسوقتها، وقدر قيمة كذا، وخذ لك الربح المساوي لأجرة عملك وحطه على الأصل، تبقى دي اسمها الإيه؟ تبقى دي اسمها الإيه؟ القيمة. فالحق سبحانه وتعالى، شوف اللفتات اللي بيلفتها لنا بني إسرائيل، أنهم قلبوا الإيه؟ قلبوا الصفقة، اشتروا بالآيات ثمنا، والمفروض أن نشتري بالثمن الآيات. نعم، خلاص. قال أول وإيه كمان عملوا إيه؟ جعلوا الثمن إيه؟ سلعة. كمان كل حظهم أن يكون المال هو الهم، والله. وده اللي موجود إلى الآن ولا لا؟ نعم، الموجود إلى الآن.